بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقي معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخر وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر ووجوه يومئذ باسر تظن أن يفعل بها فاقر كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أن الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولي لك فأولي ثم أولي لك فأولي أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.